حيث تسبب حريق شب في غابة جاريت بالقصر ولاية بجاية في وفاة شخص يبلغ من العمر 66 سنة اختناقا بالدخان الضحية وحسب مراسلنا كان متطوعا لإخماد النيران في هذه الغابة لذلك عاشت عائلات قرية أثبوجيت في درجينا ليلة بيضاء بعد أن غادرت منازلها بالكامل بسبب الحريق المهول الذي شب بغابة سيدي يوسف قبل أن يتطور محاصرا منازل بعض المواطنين حيث تواصل وسيله لها الاشتعال مثلما تبرز هذه المشاهد الحصريه زر النهار جراء هبوب رياح قويه ساعدتها على التنقل الى مواقع غبيه مجاوره. واكتفى عوان الاطفال للحمايه المدنيه بحمايه منازل السكان بسبب صعوبه التضاريس منعت الوصول للحريق لاخماده. ويذكر ان ولايه بجايه عاشت مؤخرا نشوب عده حرائق تسببت في اتلاف عشرات الهكتارات من الثروه الغبيه كما التهمت مساحات من الاشجار المثمره منها اشجار الزيتون والتين